أسأل الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صيام ما بعد نصف شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يصوم من أول شعبان يواصل صيامه، أما الذي ما بدأ يصوم إلا عقب النصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا، إذا كان ما بدأ إلا بعد النصف.